احسن تمرين تقدر تخدموه في هذه السيمانه، اخر سيمانه قبل من الوطني؟ السلام عليكم. كندير لكم هذا الفيديو من تغازوت بعض الحجر الصحي، وهذا يلاه خرجنا نشوفها. مي فكرت بزاف اشنو غادي نقدر نقول لكم، واشنو هو افضل نصيحه نعطيها لك في هذه السيمانه اللي بقات لك دابا للوطني. داكور. الوغ بطبيعة الحال في هاد الوقيته هادي كاين اللي كنسميها الحمى ديال البكالوريا، فهمتي؟ الحمى ديال البكالوريا، كيطلع لو ستريس، كيطلع التوقعات، كيطلع شويه الخلعه، كتبان شويه الخلعه، كيبانوا دوك المخاوف. حنا اللي كنعرفوا هو ان العدل الالهي كيتصرف في هاد الوطني، يعني اللي خدم مزيان غادي يجيب مزيان، اللي خدم شويه غادي يجيب شويه، اللي ما خدمش مزيان ما غاديش يجيب مزيان. حنا كنعرفوا هذه القضيه قبل كاع ما يجي الوطني. داكور. دونك هادي كتثبتنا اولا فاش كنكونوا ديجا خدمنا وديجا درنا جهدنا وتعلمنا حوايج جداد واميلونا على ميثود ديالنا. دونك هادي كتهون علينا بزاف ديال الحوايج. ثاني حاجه المساله ديال احسن تمرين تقدر تخدمه هذه السيمانه هادي، ماشي هو تمرين ديال الماط، ماشي هو تمرين ديال الحسابيات، ماشي هو تمرين ديال التناقص الاشعاعي، ماشي هو تمرين ديال الميكانيك، ماشي تمرين ديال الفيزيك، ماشي تمرين ديال السيونس، ماشي تمرين ديال الاجتماعيات، ماشي تمرين ديال لونغلي، وماشي تمرين ديال الفلسفه. لا، احسن وافضل تمرين غادي تخدم عليه هذه السيمانه هو واحد التمرين اللي غادي خصك ديرو كل نهار في هذه السيمانه الجايه، كل نهار. داكور. بالضبط كل نهار. اللي زوين فيه هو انه ما غاديش ياخذ لك بزاف ديال الوقت، وغادي يعطيك اقصى ما يمكن بالنسبه للنتيجه ديالو مقارنه مع اي وطني غادي تخدم هذه السيمانه الجايه، مقارنه مع اي تمرين غادي تخدم هذه السيمانه الجايه. داكور. شنو هو التمرين؟ الوغ هذا التمرين هذا كنا ديال لا ميديتاسيون. داكور. ديال لا ميديتاسيون، تمرين بوندون 20 مينوت. خاصنا في هذه السيمانه الجايه نزلوا لو ستريس، لو نيفو ديال لو ستريس ديالك في الوطني. دابا هذه شهر، هذه شهرين، والستريس غادي كيطلع الى ماشي معنا وما كديرش دي زيكزيرسيس كيما كننصحكم، وهذا وما متبعش مثلا معنا في باب الباك، وهذا غادي تحس غالبا ان في هاد الشهرين اللي فاتوا كل سيمانه على سيمانه، نهار على نهار، لو ستريس كيطلع 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 كيطلع، الوطني كيقرب وداك كيطلع كيطلع. دونك هاد السيمانه هادي احسن حاجه تقدر دير فيها هو انك تنزل هاد لو ستريس هذا. خاصنا ننزلوه من ديك 10 على 10 لواحد 5 على 10 ولا 4 على 10، باش في النهار ديال الوطني وفي السيمانه ديال الوطني تكون انت اصلا في المستوى ديالك العادي للخدمه. داكور. راه وهذا مشكله كبيره، بنادم ما تيردلاش البال، تلان كيردلاش البال، انه فاش كتكون في واحد لو نيفو ديال ستريس طالع راه ما كتكونش في المستوى ديالك ديال الماط. لا، الى المستوى ديالك العادي ديال 14 وعندك واحد لو نيفو ديال لو ستريس طالع راه كتكون في المستوى ديال 11 ولا ديال 10. داكور. كتنزل لك النقطه ديالك اوتوماتيكمون بعد 3 4 ديال النقاط، اقلوها اقلوها اقلوها. داكور. دونك الا خدمتي الوطني في هذاك لو نيفو اللي طالع ديال الستريس، الهرمونات ديالك ماشي هما هذوك، الدقات ديال القلب ماشي هما هذوك، المناعه ديالك ماشي هي هذيك، عدد ديال الحوايج كيسببهم لو ستريس. واللي تيشوف اللي تيقرا شويه في لا نوتريسيون ولا في هذا راه غادي يشوف لي كونسيكونس ديال لو ستريس على الناس، على لا ميموار، على الاسترجاع ديال المعلومات اللي خدمتي، اكسيترا اكسيترا. داكور. بين قوسين راه مثلا ذكرت غير في واحد القضيه في الايميل اللي صيفطت هذه السيمانه اللي فات التلامذ اللي معنا في منين نبدا، صيفط لهم واحد الايميل خاص غير بالتاثير ديال قله الناس على النتيجه ديالك في الوطني، وراه درت فيه دراسات غادي تشد راسك الا ما عرفتيهمش انت دابا. دونك الا ما مشي معنا في منين نبدا، دخل سميتك ودخل الايميل ديالك باش على الاقل وصفت لي شي ميساج باش نصيفط لك هذا الايميل هذا، شي تعرف شنو هو
شنو هو الخطر ديالو الكبير مثلا ديال قلة النعاس في هذه السيمانه اللي دابا الجايه؟ غلط كبير كيوقعوا فيه بين قوسين دراسه علميه دارها واحد السيده سميتو إريكسون، قال لك 15 يوم ديال النعاس ديال 6 سوايع في النهار هادي كتوصل الجسم لواحد النيفو ديال الارهاق وديال العيا بحال الا بقيتي سهران يومين متابعه بلا نعاس. يعني اليوم كله هو ما نعش، في الليل ما نعستيش، وغدا كله هو ما نعش، وفي الليل ديالو حتى هو ما نعستيش. فوالا التلاميذ اللي كيبقاو خدامين 6 سوايع في هاد السيمانه الجايه اللي غيخدموا بقى 6 سوايع غادي يكونوا بهذا النيفو هذا 48 ساعه ما سدوش عينيهم. دونك ايماجين تدخل الماط ولا دخل الفيزي ولا دخل المواد اللي اساسيه عندك معامل 7 معامل 9 وانت داخل بحال ما نعش 48 ساعه. الصلاه على النبي ساليتي مع واحد 4 نقاط ولا 5 نقاط مشاو لك هاكوك هاكوك وانت كتشوف. اوكي دونك رد البال لهاد القضيه. الوغ اش كنا كنقولوا؟ كنا كنتكلموا على لا ميديتاسيون، وقلنا انه خاصنا في الوطني تكون انت في لو بون نيفو ديالك. شنو هو لو بون نيفو ديالك؟ كنعطي انا ليكزامبل ديال التلميذ اولا المترشح الذهبي في الوطني كيفاش كيخدم. المترشح الذهبي في الوطني سواء كان متمدرس ولا باك حر هو داك التلميذ اللي كيوجد الباك، وهو في العقليه ديال واحد الراهب بودي تيدير لا ميديتاسيون فوق واحد الجبل في الهيمالايا. تخيل معايا راهب بودي فوق راس الجبل في الهيمالايا وتيدير لا ميديتاسيون مريح فوق وخاوي دماغه سد عينيه مرباه ومركز على التنفس ديالو. هذا هو ليطا ديسبري اللي خاصو نورمالمون يكون عندك في الوطني منين تدخل حتى تخرج حتى تحط الورقه ديالك. هذا هو احسن ايطاء تقدر تخدم به، لان في هذا الايطاء هذا كيكون دماغك ثابت، كيكون الافكار ديالك مرتبين، الذاكره ديالك عرفتي خدامه 300% 400%. وحتى جيتي شي معلومه في دماغك دغيا تيطيروا لي نورون كيجبدوها لك. هذا هو ليطا ديسبري اللي خاصو يكون عندك في الوطني. اي ايطاء اخر مرون مخلوع مناش مزيان هذا كيمشي عارف بلا مشاو لك غادي يمشيو لك 3 4 نقاط فابور هكاك، سواء في الكتابه سواء في التصحيح سواء في البراهين ما غاديش يكونوا هما هادوك اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك وهادي غادي تصدم العديد، حنا كل عام كيتصدموا العديد ديال التلاميذ من هذه القضيه. دابا انا كنعلمك بها باش انت ديرها قبل باش ما تصدمش. داكور انا كنعلمك دونك طلبها. قال لك قد اعذر من انظر ياك. دونك هذا هو ليطا ديسبري اللي خصنا. الو باش هاد ليطا ديسبري يكون عندك انت في الوطني خاصك هاد السيمانه هادي تتريني عليه، خاصك تريني عليه هاد السيمانه هادي. دونك اهم تمرين اللي غادي نعطيك دابا هو ديال لا ميديتاسيون. انا غادي ندير في لو ليان ديال تحت هاد الفيديو لو ليان ديال واحد الفيديو مثلا في يوتيوب ديال لا ميديتاسيون، وغادي ندير فيه لو ليان ديال واحد الفيديو كنت درتها على لا ميثود ديال تيك 10. داكور الوغ الفكره شنو هي؟ الفكره هي انه مع هاد السيمانه الجايه كل مع 8 الصباح مع 8 الصباح بين 8 و 8 و ربع 28 دقيقه غادي تطلق مع 8 الفيديو ديال الميديتاسيون، وغادي تتبع الخطوات ديال تيك 10. هذيك تيك 10 تقدر تاخذ لك 10 دقائق، انت غادي تبقى كتعاودهم حتى تسالي 20 دقيقه. غادي دير واحد دير التليفون ديالك واحد الالارم فيها 20 دقيقه فوالا حتى تسالي هادي. داكور دونك راه شرحتها في الفيديو ديال تيك 10 بالضبط كيفاش كتركز على التنفس ديالك، كيفاش كتجي التنفس، كيفاش كنحبسو، كيفاش من بعد كنديرو الاستنشاق كنحبسو الاستنطار اكسيتيرا. داكور دونك غندير لك لي ليان ديالهم. دونك الفكره شنو هي؟ الفكره هي انه هذا التمرين هذا غادي ديرو الاثنين مع 8 حتى 28 دقيقه
ديرو الثلاث من 8 حتى 20 دقيقه وهاكا داكور باش تكون بري باش انت تبدا تحكم في لو نيفو ديال لو ستريس ديالك باش تنزلو لانه يوم يقلبوا العلماء يوم يختبروا دي شوز ما لقاوش شي حاجه كتنزل لو ستريس بحال لا ميديتاسيون بحال لا ميديتاسيون طيب لا كاينين طرق بلو ديتايي بلو كومبليكي فيها ولكن انا دابا عطيتك ان تروك سامبل اللي ما عندكش فين توضر فيه داكور واخا بادي اول مره كتسمع الفيديو ولا اول مره كتعرفني دونك هذا طبقوا في هاد اخر سيمانه اللي بقات الوطني وغادي تلاحظ انت غادي تلاحظ الفرق ديالو لانه كما قلت لك لوبجيكتيف ديالك دابا في الوطني انك تكون بحال اموان بوديست في الهيمالايا اموان بوديست في الهيمالايا مركز خدام ما مخلوع ما كتحسش براسك بالنسبه لك انت عندك شي معلومات الوطني غادي يعطوك شي اسئله وانت عندك معلومات دونك دوك الاسئله اللي عطاوك غادي تعطي انت اجابات عليهم بدوك المعلومات اللي عندك فقط هذا هو الامتحان الوطني ان واقفين عليا جوج ديال الاساتذه ومعنا كندوزو وطني على المغرب كله او هذا العام كاينه كورونا مبرصين شويه بالاجراءات اكسيتيرا اون صفو حنا بالنسبه لينا كنشوفوا راسنا كوم قلت لك اموان بوديست في الهيمالايا داكو دونك هادي هو اهم اكزرسيس نسى عليا الوطني ديال 2017 والدوره الاستدراكيه خصك تعاودو ولا هذا لا خليه وخذ 20 دقيقه ودير هادشي اللي قلت لك دابا داكو دونك هادي حاجه ثاني حاجه بغيت نزيد نعاود ناكد عليها الا كنتي باقي ما درتيهاش وباقي كتعكز عليها وجميع التلاميذ اللي كنلقاهم ستريسين وجميع التلاميذ اللي مخلوعين كنلقاهم ما داروهاش عارفوها سمعوها من عندي وشرحتها لهم اون ديتاي ولكن ما داروهاش دونك انا عاود نقولها لك باقي دابا سيمانه دونك سي لوكازيون البوزيتيف افيرميشن ديال كل صباح خصهم يتداروا التوكيدات الايجابيه ديال كل صباح خاصك ديرهم راني درت عليهم فيديو الاولى وفيديو الثاني ودرت عليهم ايضا ميم كنصيفط للتلاميذ اللي معانا راه درت لهم 10 ديال اللي فيش كيقراوهم كل صباح كيقراوهم كل صباح كتاخذ ليه 5 دقائق 10 دقائق مي ابسوليومون اي واحد تيلعب على 16 الفوق تيلعب على موسيون تري بيان وما تيديرش لي بوزيتيف افيرميشن ديالو كيخربق ان شاء الله لا وصلها ان شاء الله لا وصلها داكور هادو امور متفقين عليهم الناس المتفوقين في العالم كله ومتفقين عليهم لي ملياردير متفقين عليهم لي سبورتيف متفقين عليهم كلشي الا الفاشلين هادو ما متفقين تيقول لك لا هادشي تخربق وما تياخذ ليها الوقت وانا كنعكز عليه واخا كياخذ ليه 10 دقائق دونك انت ما غاديش تسنت الفاشلين بطبيعه الحال ياك يعني. القضيه مهمه والوطنيه غير ملعوب عليه الخدمه ديالكم دابا 30 عام ياك يعني. دابا 40 عام و 50 عام دونك ما تسنتش بطبيعه الحال الفاشلين خاصك تسنت لدوك الناس اللي كلهم متفقين على شي حاجه دونك البوزيتيف افيرميشن ديالك أمعلم خاصك ديرهم وبالخصوص في هذه السيمانه اللي بقات غياخذوا لك 5 دقائق غياخذوا لك 10 دقائق ديريهم لي ما عارفش كيفاش يدير لهم يدير ليا بوست في الكومونتير في التحت وغادي ندير ليه كوبي في هذاك الايميل اللي درت على الاقتراح اشنو تقدر دير في هذا البوزيتيف افيرميشن ديالك داكور دونك جوج الحوايج دونك اهم تمرين هو لا ميديتاسيون 20 دقيقه في هذه السيمانه اللي فات السيمانه الجايه ان شاء الله ثم تذكير لي بوزيتيف افيرميشن ديالك الا نسيتيهم الا تعطلت عليهم الا عكستي عليهم هذه هي الفرصة أنك تعاود ترجع اليوم كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار فوالا دونك هذا الشيء اللي نقدر نقول لك بالتوفيق الله يسر الأمور كندعي مع كل واحد فيكم كندعي مع كل واحد فيكم وكنتمنى لك من القلب أنك تحقق أقصى ما تقدر داكور وديما دير الثقة ديالك في الله كما قلت للتلامد في اللايف السبت اللي فات السبت البارح دونك
راه سيدنا فاش كتشوف سيدنا قصه ديال سيدنا موسى فاش هرب مع بنو اسرائيل راه كانوا ماشي 100 عين ولا 300 واحد ومشاو غاديين وتابعوهم فرعون بالجيش ديالو فيه 200 الف ولا 300 الف عرفتي راه ديك الساعه راه امبراطور هو على مصر والنواحي اي شافوهم جايين تخلعوا الناس اللي مع موسى تقول له اصاحبي حنا 200 وكنديروا هذا وهذا اش قال لهم موسى قال لهم ان معي ربي سيهدين ان معي ربي سيهدين لا راه حنا ماشي بوحدنا هنا في البحر هذا قدام البحر لانهم هذوك بان لهم تزيروا البحر قدامهم وفرعون موراهم دونك غادي يطحنهم كلهم دونك بنو اسرائيل قال لي لا صاحبي راه موسى شاد شي فين دفعتينا ما قلتي لنا كتقول لنا معنا سيدي ربي كتقول لنا غادي يعاوننا جينا لقينا البحر اش غنديروا غيطحنونا هنا بداو الناس كيشهدوا وكتخيل ان بنادم كيبكيو في هذيك اللحظه بنادم صافي في الضا معاه ناس كبار ومعاه ماشي كلهم شباب ماشي كلهم محاربين ماشي كل وفرعون جيب ليه دوك لي سولدان دوك الطيارات ديالو فهمتي دوك الصوات ديالو والاف بي اي ديالو اللي جيبهم ليه والناس اللي معاه موسى يعني ناس عاديين غير سمعوه قال تيهضر على الله داك الشيء وتبعوه دونك تخيل هذا الموقف هذا كيفاش جا وصلوا البحر تما طن كلشي مخلوع تيقول لهم موسى لا انما يا ربي سيهدي الايه اللي من بعدها مباشره كتقول ليه فقلنا يا موسى اضرب بعصاك البحر فانفلق برا قال ليه ديك العصا اللي عندك تما ودخل داك البحر تما ونزل عليه نزل على البحر الصلاه على النبي سالات الهضره دونك تما ديك العصا اللي عندك قول بحال عطي بحال الشطابه ديك الشطابه ديال باش كتشطبها ولا جفافه في الدار بحال هذيك قول عند موسى هو يمشي يدخل البحر ويدخل ويضرب بها البحر تهز البحر وتخيل هذيك كيفاش انه البحر راني دابا عرفتي اون فاس مع فتا غازوت وتنتخيل القضيه انه تضرب شويه كيبان لك تفرق داك الشيء بين البحر من هنا والبحر من هنا وطلع بحال الطود العظيم بحال الجبل اللي منو على اليسار وفي الوسط نشفات لهم الطريق ومن هنا كاين البحر ومن هنا كيبان لهم الحوت كيطلع في البحر ومن هنا طالع البحر وما تيبان لهم الخواف بيناتهم وتوكلوا على الله ودازوا وبطبيعه الحال عرفتي النهايه ديال الاستوار كيفاش كتسالي مي الفكره شنو هو الشاهد عندنا كما تيقولوا الاخوان المهم عندنا هو the point is انما يا ربي سيهدين انك انت ما كدوش الباك بوحدك ما كدوش الوطني ديالك بوحدك دائما عارف ان معك حداك في كل وقت وفي كل حين معك الله تبارك وتعالى والعدل ديالو كيقول لك انه داكشي اللي خدمتي غادي تلقى النتيجه ديالو غادي تاخذ الاستفاده ديالو دونك توكل على الله دعي الله تبارك وتعالى دير خدمتك دير الاسباب وجد راجع شي درس ما فهموش باقي ما فهموش طلع عليه على شي تمرينات في هذه السيمانه اللي بقات دير ليكزيرسيس ديال لا ميديتاسيون توكل على الله وما تخاف من حتى شي حاجه الله يسر الامور بون كوراج كان معك الدكتور جمال المغاري بغيتي لي زوتر شوز اللي كنصيفط انا يوميا التلاميذ لي زيميل اللي كنصيفط لهم دونك دخل تحت ديال هذا الفيديو راه كاين واحد لو ليان تما دخل السميه والجيميل ديالك وان شاء الله نتلاقاو يوميا في لي زيميل الله يسر الامور بالتوفيق الله يعاونك